البرلمان الأوروبي قادة الاتحاد على إتاحة بدء المرحلة التالية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، وصوت لصالح مقترح بالاعتراف بأن المحادثات قطعت شوطا كافيا، وفيما يتعين على البرلمان الأوروبي التصديق على أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن خروج بريطانيا. يظل المقترح الذي تمت الموافقة عليه بتأييد 556 صوتا ومعارضة 62 صوتا غير ملزم.